بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وانتهينا من هذه الفقرة. وكانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وتعرضنا لقضية اكتشاف الطاقات وعقم اكتشاف الطاقات، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأسباب التي من أجلها لا نستطيع أن نكتشف الطاقات الكامنة في أنفسنا وفي إخواننا، وتعرضنا للإيحاءات السلبية التي تجتاح كل واحد منا حينما يريد أن يفكر بطريقة إبداعية أو بطريقة جديدة. ثم ننتقل إلى الفقرة الجديدة في هذه الليلة، ويقول: وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم، وما يحيكونه للنبي صلى الله عليه وسلم من مكائد ودسائس. كانت أكبر مشكلة بتقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي وجود المنافقين. هذه الظاهرة لم تكن موجودة في مكة، أليس كذلك؟ كانش في منافقين في مكة. لماذا؟ سؤال عايز أسمع جواب. يقول: لو كانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم، وما يحيكونه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكائد ودسائس. فكنا بنقوله أن المدينة ظهر فيها منافقين، أما مكة ما كانش فيها منافقين. فلماذا؟ تفضل. لقوة شوكة الكفار. طيب وبعدين؟ أقولك ليه ما ظهرش منافقين؟ تفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسخ العقيدة في أصحابه في هذه السنوات العشر، لسه برضه ما وصلناش. تفضل. أهل المدينة يهود، ما أهل قريش كانوا عبدة أوثان برضه، لسه شوية. تفضل. ما كانش الإسلام منتشر فما فيش منافقين، لسه. تفضل. أي نعم، هي مكة كان فيها إيه؟ مكة كان فيها تعذيب، يعني اللي بيسلم في مكة بيحصل فيه إيه؟ ده يعني بيؤذى أشد الإيذاء. طب واحد هينافق ليه؟ عشان يؤذى. المنافق هذا وصولي، يريد أن يصل إلى شيء، ولذلك هو في المدينة يصل، أما في مكة فهيظهر إسلامه هو هيتضر. لما يظهر إسلامه في مكة سوف يؤذى وسوف يضطهد. مين يظهر إسلامه في مكة ويفعل به كما كان يفعل ببلال رضي الله عنه، أو بخباب رضي الله عنه، أو بعمار رضي الله عنه؟ مين هيستحمل العذاب ده؟ وليه؟ ليه هيستحمله في مكة؟ ولذلك في مكة لم يكن فيها منافقين. اللي كانوا بيؤمنوا إيمان خلص، دول كانوا كالنبت الذي يخرج في الصخر فيكون كله صلابة وقوة وانتماء لهذا الدين، فهو يؤمن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن خوفا من شيء ولا ابتغاء تحصيل مصالح أو منافع، لا يؤمن لهذا. فمكة كان فيها التعذيب، كان فيها الاضطهاد، كان فيها التضييق، ولذلك لم يظهر فيها المنافقين. لم يكن فيها رخاء، ولكن كانت شدة على المؤمنين، شدة. من يؤمن كان يعذب، اللي كان يسمع ان هو آمن كان ينكل به ويشرد ويضطهد ويفعل به كل ما يمكن أن يفعل. مكة لم تدخر وسع لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلماذا يظهر المنافقين؟ لا يظهر. التعذيب هذا والاضطهاد والتضييق والشدة بتمحص الناس، يعني وقت الشدائد الناس تتمحص. عشان كده مثلا وقت الشدائد، وقت الضيق، تجد أن الملتزمين في الدين قليل، المتمسكين قليل، والعاملين قليل. أول ما الغمة تزول والطغيان يزول تبص تلاقي الناس المقبلين كتير والمرحبين كتير.
طب هنقوله ماذا نقول؟ الشدائد بتمحص الناس. في إنسان يصبر على البلاء وإنسان لا يصبر، مش معنى أنه لم يأتي إلينا في وقت الشدة أنه هو منافق والعياذ بالله، لا، لكنه لم يتحمل الضغط ولا العذاب. ممكن واحد قبل مثلا ما يزول هذا الطاغية كان يخاف رب لحيته، ليه؟ هيرب لحيته هيتمسك ويتشبه فيه ويعتقل ويبقى يدخل ملفه ومش ملفه، خلاص يبقى هو لا يصبر على هذا فمش هيرب لحيته. لكن لما يزول هذا الطغيان ويبقى الأمر متاح أنه هو يرب لحيته، هيرب لحيته ولا لا؟ خلاص هيرب لحيته. فبنقوله ده مش نفاق، ولكن هو إيه؟ هو عدم تحمل. إنسان قدرات، فإنسان ممكن يتحمل وقت الشدة وتوفيق الله عز وجل، وإنسان لا يتحمل. فإحنا لا نعاتب ولا نلوم من لم يتحمل، لأن دي بتبقى بتقدير الله عز وجل. لكن بنقوله بقى إن الذي ينبت وسط الشدة هذا أقوى أم الذي ينبت وقت الرخاء؟ الذي ينبت وقت الشدة. أنت بص كده، هو النبات الذي ينبت في الصحراء والنبات ينبت في وسط الضفاف النيل، أيهما أقوى؟ النبات الصحراوي. النبات الصحراوي أقوى ويتحمل أشد، يعني لو منعت عن النبات الصحراوي المية شهر النبات صاحي حي زي ما هو مفيش أي مشاكل. لكن تعال بقى عند وادي النيل امنع المية شهر أسبوع، تبص لا النبات نفسه لا يتحمل، النبات لا يتحمل. فالذي ينبت وقت الشدة لا شك أنه يكون أقوى وأصلب وأمتن. ولذلك كان مكة كان فيها شدائد وكان فيها صعاب، فكان ينبت فيها نبت قوي. كان الصحابي يخرج ويسلم ويتخفى بإسلامه ويذهب إلى دار الأرقم ليتعلم، ويخرج ويؤذى ويذهب مرة أخرى إلى دار الأرقم ويتعلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصدع بالقرآن في صحن مكة ويؤذى ويرجع تاني يكمل. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يخرج وسط مكة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضرب، حتى يقول هو يقول فضربوني حتى أموت، يعني ضرب إيه؟ ضرب موت، مش بيطبطب عليه ولا بيشرطه على الوش كده، لا ده بيضربه حتى يموت. ومع ذلك يرجع مرة أخرى حتى يعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويتعلم حتى يفتح الله عز وجل على يديهم. هم بقى ده الجيل الصلب القوي المتين الذي يتحمل بعد ذلك الأعباء الشديدة. الواحد منهم يصلح لبناء أمة، الواحد منهم يصلح لبناء أمة. والنموذج قدامك مصعب بن عمير رضي الله عنه، يسلم 15 سنة، 19 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدفع به إلى المدينة، يعني 4 سنين تعلم وتربية وإعداد، 4 سنين بس. ثم يذهب مصعب إلى المدينة والمدينة بأسرها تفتح على يديه، ده واحد. جعفر بن أبي طالب لما كان في الحبشة مش كان بيقوم بنفس الرسالة؟ إذن واحد بيعمل ما لا يستطيع أن يفعله جيش بأسره. تربية قوية، تربية متينة، تربية صلبة، هؤلاء الذين تربوا في مكة. أما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة دخل ناس كتير جدا في دين الله سبحانه وتعالى، في ناس دخلوا جد كتير وفي ناس دخلوا خوفا على مصالحهم. البلد أسلمت لكن كان فيها يهود، اليهود كانوا قلة، فبعض هؤلاء اليهود أسلموا حفاظا على أموالهم وعشان ما يدفعوش الجزية وشوية معاني، هم طبعا يهود وعايزين يهربوا فأسلموا، أظهروا الإسلام وأضمروا في قلوبهم الكفر والعياذ بالله. هم دول منافقين. الذي يظهر الإسلام يظهر الانتماء لهذا الدين وفي الحقيقة أنه هو يكره هذا الدين ويبغض هذا الدين، هذا منافق، سواء كان يهودي ولا عايش في مصر ولا عايش في سوريا ولا عايش في ليبيا. أي إنسان يظهر الإسلام ويضمر كرهه للإسلام بغضه للمسلمين هذا منافق والعياذ بالله. ولذلك العينة دي كترت قوي في المدينة، كترت، وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين، لأن المنافق ده أعلن إسلامه فبقى وسط صفوف المسلمين، ما بقيناش عارفين نميزه، بقى في وسط الصفوف. مين يا ترى المسلم الصادق ومين المنافق؟ مش قادرين نميزهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بالواحد بالاسم، كان يعرفهم بالواحد، ولكنها كانت مشكلة بتؤرق المسلمين. وهذه المشكلة، مشكلة المنافقين، هي مشكلة تؤرق المسلمين فعلا في كل زمان.
في كل زمان في منافقين وما فيش منافقين؟ في منافقين. انت تبص مثلا قبل الثورة وأثناء الثورة، تبص تلاقي الجرايد والصحف والتلفزيون عمال يمجد، مش كده؟ عمين يمجد والرئيس والزعيم والرئيس والزعيم وكده. طب وبعدين تبص تلاقي الجريدة اللي كانت عمالة تقدم اعتذار ان احنا لم نؤدي حق الثورة، وان احنا نعتذر ان احنا ما قمناش بالواجب ونعتذر ومش عارف ايه. يعتذرون على ماذا؟ على نفاقهم؟ جريدة كبيرة رسمية تعتذر عن نفاقها لانها لم تنقل الحقائق، لانها لم تصور الواقع، ولكنها كانت تزيف على الناس وتكذب على الناس وتقدم اعتذار رسمي ان هي معلش هي اسفة، ولكن اذنبها ما زالوا موجودين. المنافقين اللي فيها ما زالوا موجودين، الاقلام المسمومة المأجورة ما زالت موجودة، تظهر الاسلام وتضمر الكفر والنفاق والعياذ بالله، تضمر في قلبها بغض هذا الدين. ولذلك تجد العلمانيين والليبراليين والنصارى كل هؤلاء يتدافرون ويجتمعون الآن لمحاربة من؟ ما خلاص الحزب الوثني سقط، هيحاربوا مين؟ يحاربون الإسلام، يحاربون الدين، يحاربون الملتزمين. يقولوا بقى يحاربوا السلفيين، يحاربوا الإخوان، يحاربوا، المهم أنهم بيحاربوا الاتجاه الإسلامي، يحاربون السلفيين على وجه الخصوص. لماذا؟ لأنهم يرون أن السلفيين هم الذين يظهرون هذا الدين على حقيقته، وهم الذين يفضحون أعمالهم وأفعالهم. ولذلك تجد هؤلاء المنافقين الأبواق ترتفع في الجرائد وفي المواقع وفي على الفيسبوك وهنا وهناك، يشوهون صورة الإسلام ويشوهون صورة المسلمين. وهذا ليس بجديد، احنا طول عمرنا واحنا بنتكلم في قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نمر على مواقف كان المنافقين بل كان المشركين يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي قريش كانت بتعمل ايه مع ثمامة بن أثال رضي الله عنه؟ بشوهت عنده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، شوهت عنده الدين حتى أبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال رضي الله عنه بعد ما أسلم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، وصار وجهك أحب الوجوه إلي. إذن قريش كانت عاملة إيه؟ كانت عاملة شغل كبير جدا، كانت عاملة سحر، كانت وسوسة في أذن كل من يحاول الإسلام، تشويه، حتى جعلوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند ثمامة وغيره من أسوأ الصور، من أسوأ الصور. ولكن لما رأى الحق قال: فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي. على وجه الإطلاق رأى الحقيقة، رأى الحقيقة، قال: والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وصار بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. هي دي الحقيقة. إن أعداء الإسلام شوهوا، شوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوهوا الرسالة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كره الرجل الرسول ورسالته والعياذ بالله. لكن لما دخل الإيمان قلبه وأدرك الحقيقة عاد إلى رشده، بل وصار وجهه أحب الوجوه ودينه أحب الدين إليه. هكذا يفعل المنافقون. ماذا فعلوا في طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه؟ أخذوا يكلموه عن النبي: هذا ساحر، هذا سوف يسحرك، هذا يقول الشعر، هذا يقول كذا، هذا يفعل كذا. الرجل كان أجيبا أريبا ذكي فطن، ومع ذلك وضع القطن في أذنه. تخيل لما راجل يبقى ذكي وفاهم وواعي ومن كتر الكلام الذي قالته قريش يضع قطن في أذنه حتى إذا دخل مكة لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تشويه وتشويش. وضع القطن في أذنه ودخل مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. مع أنه وضع القطن في أذنه لكن يتسرب إليه
كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر هذا القطن الذي وضعه في أذنه، فيخلع القطن ويتهم نفسه بالغباء. كيف كان، كيف وضع القطن في أذنه، كيف هو الأجيب القريب الذي يستطيع أن يميز الحق من الباطل، كيف وضعه، ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن. إذن أعداء الإسلام على مر العصور يحاولون تشويه صورة الإسلام وتشويه صورة المسلمين، وهي من أجمل الصور. لكن انتبه، متى عرف ثمامة أن الدين أحب الدين، ومتى عرف الطفيل أن هذا أفضل الدين؟ لما تعرف عليه. ولذلك نحن نعذر الناس لأنهم لا يعرفون الإسلام، وتستغرب الناس لا يعرفون الإسلام، والله ده اللي ظاهر، إن الناس فعلا مش عارف حاجة عن الدين، الناس لا تعرف شيء عن الإسلام. ويبدو أننا فعلا مقصرين جدا في حق الناس. كل ما نخاطب الإخوة الذين يجلسون في المسجد، يعني بص الإخوة الموجودين ملتزمين كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أين عوام الناس؟ من يسمع كلامنا؟ من يسمع حديثنا؟ فكل الكلام بيننا وبين بعضينا في أوضة مقفولة، نحن نتكلم في إطار مغلق لا يصل صوتنا إلى الناس. ولذلك الناس لا يعرفون ما نقول، ولا يعرفون ما نتحدث به، لا يعرفون. فلما نقول الناس مش عارفة حاجة، الناس لا تفقه شيء عن الدين، دي حقيقة فعلا أنهم لا يفقهون شيء عن الدين. ولهذا كان دوت مرتع خصب للإشاعات، كون الناس لا تفهم شيء عن الدين أصبح مرتع خصب للإشاعات. يطلع واحد كافر بإذاعاته وجرائده يسخر العملاء ويسخر المنافقين لبث الإشاعات، بث الإشاعات من خلال القنوات التي يملكها هذا الكافر، ومن خلال هذه الجرائد والصحف والأقلام المسمومة المأجورة الذي يملكها أيضا هذا الكافر، ويشيعون أن السلفيين سوف يخرجون هذا اليوم النهاردة الثلاث، ما عرفش خرجت ولا ما خرجتوش، ثم يخرجون هذا اليوم حتى يلقون بماء النار على وجوه الفتيات، ومن لم ترتدي الحجاب سوف تخطف. ليه؟ هو احنا خطفنا كاميليا ولا ايه؟ ما يشوفوا مين اللي بيخطف، ما يدوروا على اللي بيخطف، اللي خطف قسطنطين وفاء قسطنطين واللي خطف كاميليا، هم راحوا فين؟ ولا هم نسوا؟ وللأسف ان الناس تصدق ويسألهم، هو صحيح انتوا راح تعملهم؟ دي حاجة زعل، تزعل ان انت ما انتش عارفنا، ان الناس ما هياش عارفاك، الناس ما انتش مش عارفة انت سيرتك ايه، ولا دعوتك شكلها ايه، ولا بتتحرك ازاي، ولا بتعمل ايه. الناس مش عارفة، هذه أزمة، ان الناس تقول لك انت صحيح راح تعمل، هذه أزمة كبيرة جدا، بتبين ان احنا فعلا في معزل عن المجتمع، ونحتاج ان نخرج الى الناس ونحتك بالناس حتى نعرف الناس دينهم. والله الواحد بقى مستحي ان احنا نقوله احنا محتاجين نعمل محاضرات عن الاسلام ونعرف الناس بالدين، ويبدو ان ده اصبح شيء ضروري، يبدو ان اصبح شيء ضروري، بس حاجة الانسان يستحي منها. هنكلم المسلمين عن الاسلام، نقول لهم يا اخواننا الاسلام، ونعرفهم بالدين ويعني ايه شريعة، نرجع نحط تاني النقط على الحروف من اول وجديد، الظاهر ان ما كانش فيه لا نقط ولا حروف. ويبدو ان الامر المشوار طويل، ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نخترق المجتمع ويعني ندخل في اعماقه، لا نعطيه طعاما وشرابا فقط، ولكن اين غذاء العقول، اين توجيه هذه العقول وتوجيه هذه القلوب حتى يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى. المساله عندنا ما هي صندوق انتخابات ولا برلمانات ولا كلام فاضي من ده اطلاقا، ولكن نحن نريد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. كيف الناس لا يعرفون الاسلام حتى اليوم؟ هذه مسألة خطيرة جدا، وده بيحملنا مسؤولية، ان كل واحد مننا لابد ان هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني وايه ولو آية، يعني لو انت عارف حكم واحد صغير لازم تبلغه، ما تقولش انا دي حاجة صغيرة، لا، كل واحد يعمل اللي عليه. الطالب في المدرسة يدعو الى الله، طالب في الجامعة يدعو إلى الله، الإنسان العامل في أي مكان يدعو إلى الله، يعرف الناس ما لا يعرفون، يعرف الناس دينهم ما يجهلون، حتى ننشر هذا الدين. وكذلك الخطباء والمدرسين والمعلمين لابد أن هم يعرفوا الناس من جديد بالدين. يعني احنا هنتكلم في التوبة والصلاة جميل جدا، احنا محتاجين نتكلم الناس في معنى الإسلام.
معنى الإسلام حتى يعرفوه، حتى هم يتصدون لهذه الإشاعات التي تظهر، لأن العلمانيين أفلسوا والليبراليين أفلسوا. هذا تحالف، عارفين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، الاعتداء الثلاثي هو ده اعتداء ثلاثي، النصارى مع العلمانيين مع الليبراليين أفلسوا. وصندوق الاقتراع والتصويت في التعديلات الدستورية أظهر إفلاسهم، يعني 4 مليون قالوا لا، يعني النصارى ونشطاء النصارى ونشطاء العلمانيين ونشطاء الليبراليين كلهم على المسلمين اللي مش فاهمين عاملين 4 مليون، كلهم عاملين 4 مليون، طبعا كمية صغيرة جدا تفضحهم. تقول أين رصيدكم؟ أين جهودكم؟ ليس لهم رصيد في أرض الواقع فعلا. فهي أفكار تنتحر خلاص، هي أفكار في الرمق الأخير، الليبرالية والعلمانية في الرمق الأخير. وطبعا هم يحسنون استغلال الغير، فيستغلوا بقى الصحف النصرانية والمواقع النصرانية. وللأسف المسلم يسمع الإشاعة، اسمع جاية منين؟ دي جاية من موقع نصراني يا أخوانا، موقع نصراني بيبثها، تنقل الإشاعة أنت من واحد لواحد لواحد حتى تصيب الناس بالذعر، والناس تبقى خايفة من الإسلام وخايفة من المسلمين وخايفة من الملتحيين بعد ما ألفوا شكلك وألفوا رسمك وألفوا كلامك، جايين بإشاعة من قناة نصرانية كافرة نصدقها ونرددها. لابد أن نقف عند هذه الأشياء ولا نردد الإشاعات بل نقتلها. فأقول إن الليبرالية خلاص تنتحر، هي والعلمانية، هي والنصارى كذلك في رمقهم الأخير. ولذلك يحاولون تشويه الإسلام وتشويه المسلمين اللي هم يعرفون أن الإسلام قادم لا محالة بإذن الله. ولذلك يحاولون تشويه صورة العاملين لهذا الدين، يعني أنت ممكن بعد كده تبص تلاقي إشاعة طالعة على الإمام ده، وإشاعة طالعة على الخطيب ده، وإشاعة طالعة على الشيخ ده، عادي جدا. بل وقد تكون هناك محاولات لقتلهم أو اغتيالهم أو أي شيء، هذا محتمل، كل هذه الأشياء محتملة. لماذا؟ لأنها أفكار ستزول ستنتهي. هؤلاء العلمانيين والليبراليين والنصارى من الذي يحميهم؟ بل من كان يحميهم قبل ذلك؟ من؟ ما احتلوا أماكن في الإذاعة والتلفزيون ولا في الجرائد ولا تملكوا هذه الصحف إلا مع النظام البائر الجائر الظالم الذي انتهى، وهو الذي كان يحميهم. فلما انهار هذا النظام تعروا وأفلسوا وليس عندهم رصيد. ولذلك يجب علينا نحن ألا نقصر في إبلاغ ديننا. يقول لا داعي لتوعية الناس في المساجد. طب والتوعية اللي بتحصل في الكنائس؟ يقول لك خلاص لا توعي في الكنائس ولا توعي في المساجد. ايه يعني شمعنا احنا بقى مسلمين وديننا في المسجد من اوله لاخره، من اوله لاخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد، وكان يدير الحرب من المسجد، وكان يدير شؤون الاقتصاد من المسجد. حياتنا كلها في بيت الله، لا نفصل ديننا عن مسجدنا. فالمسجد هو بيت كل تقي، وهذا المسجد هو انطلاقة لكل خير، وكل أعمالنا لابد أن تنطلق من بيت الله تبارك وتعالى. وهذا ما يرعب أعداء الإسلام، لما يحسوا أن الصحوة طالعة من المسجد أو التغيير طالع من المسجد، ده يعني ده زعر. زي ما ذكرت المرة اللي فاتت أن اللورد الليمبي لما في ثورة 19، لما وجد أن الناس طالعة من المساجد والثورة طالعة من المساجد، فأخبر قادته بسرعة الإفراج عن سعد زغلول بعد ما كان في المنفى، بسرعة الإفراج عن سعد زغلول. فنزل سعد زغلول بسرعة وقاد المسيرات ورفع شعار يحيى الهلال مع الصليب. دي طلع من المسجد كده، جابوا سعد زغلول وحولها. سعد زغلول واحد يقول لك ده راجل ديني، ده راجل علماني، ده راجل علماني، عم تدرسه في التاريخ والجغرافيا، ده راجل علماني. دول جابوه من المنفى عشان يحول اتجاه الثورة بدل ما يطلع من المسجد بس، لا تبقى الهلال مع الصليب وتبقى وطنية، ونعيش بقى احنا في الوطنية وننسى ديننا وننسى المسجد وننسى بيت ربنا وننسى الانطلاقة. أرأيت كيف أن أعداء الإسلام ينظرون، وإذا رأوك صدرت عن المسجد، اتحركت من المسجد، اتحركت من منطلق ديني، يكون العذاب ويكون الاضطهاد ويكون التشنيع ويكون التشهير.
أي منطلق ديني. المسجد هو منطلق ديني، وإنت في بيتكم لو بتنطلق منطلق ديني إنت أكنك في المسجد. ولذلك أعداء الإسلام يحاولون فصل حياتك عن الإسلام، وهذا لا يمكن أن يكون. لابد أن احنا نطبق ديننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن حياتنا اللي احنا بنقراه اخواننا، اللي احنا بنقراه، اللي احنا بندرسه، لازم نحوله إلى حياة، إلى سلوك، إلى واقع، حتى نعيش بالإسلام. لو عشنا كل يوم بآية بنحفظها أو بحديث بنسمعه، هتتغير حياتنا ولا مش هتتغير؟ هتغير تغير جذري، ونحن نحتاج إلى هذا التغيير، وهو ده التغيير الحقيقي الذي ننشده والذي نريده. فكانت أكبر مشكلة فعلا واجهت المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين، الطابور الخامس الموجود في كل عصر زمان وكل زمان، العلمانيين، الليبراليين، ديمقراطيين، اشتراكيين، شيوعيين، كل ده طابور خامس موجود في كل عصر وفي كل زمان. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم، وما يحيكونه للنبي صلى الله عليه وسلم من مكائد ودسائس، مكائد باطلة ودسائس يعني يشيعونها في المجتمع. فأفضى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. هنا يقول فأفضى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استشعر خطر هؤلاء المنافقين، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم، فأخبر عنهم حذيفة بن اليمان بأسمائهم، قالوا فلان 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 فلان، سماهم له، وعهد إليه يعني تكليف من مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لحذيفة رضي الله. تكليف واضح. وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم. يبقى عهد إليه بثلاث حاجات، إيه هم؟ أول واحدة الرصد، مش كده؟ الرصد، بعد كده هو التتبع، بعد كده درء 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 درء. فقال يرصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن المسلم عن الإسلام والمسلمين. طيب الفقرة دي نستفيد منها ايه بسرعة كده؟ العقول النشطة، العقول النشطة، الناس تنشط نفسها بسرعة، انشط، هقولها مرة تانية تكون انت نشطت نفسك. فأفضى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. تفضل. لازم نعرف عدونا وبنشوف عينه اتجاه عشان يدمر الإسلام ونحاول نراقبه. يبقى لابد من معرفة العدو، تتبع أخباره، ومحاولة درء وإبطال أعماله. تفضل. خذل عنا ما استطعت، إن كل واحد يحاول إن هو إيه يدافع عن هذا الدين، كل واحد يحاول يدفع عن هذا الدين، مش يقول أنا ماليش دعوة، مش مسؤوليتي، أنا مش مسؤول عن الحتة دي، لا، كل واحد يحاول يخذل، يدفع، يبعد هذا الشر عن هذا الدين. تفضل. طبعا ده اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام، اختيار مناسب، إن مين كان يصلح لمثل هذه المهمة؟ حذيفة رضي الله عنه. ودي ثمرت انك تعرف جندك وتعرف اخوانك، تعرف امكانياتهم، تعرف قدراتهم، وتعرف كفاءتهم، حتى اذا احتجت الى احد منهم تستطيع ان تختاره بدقة. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كتير، ليه اختار حذيفة بالذات؟ لان هو يستطيع ان يتحمل هذه المهمة. تفضل. الدقة في معرفة أسمائهم، طبعا الرسول عليه السلام يوحى إليه، فالرسول عليه السلام علم أسماءهم بدقة، فحدد الأسماء 1 2 3 4 محددين تحديدا تما. فضل. إيه تاني؟ إيه خلاص كده ولا إيه؟ فضل. حمل على حذيفة السرية، عشان حذيفة السرية في حفظ أسماء الصحابة لكي لا تحصل فتنة يعني من الصحابة. السرية طبعا، السرية في مسألة دي مهمة جدا، إنك تخيل لو إنه حذيفة عرف الأسماء ونشرها،
مش ده كان هيعود بالسلب على الأمة الإسلامية وبين الصحابة كذلك؟ ولكن اختيار حذيفة وأنه يكون صاحب السر ويحفظه لا شك كان اختيار دقيق. هنا يقول وعاهد إليه برصد حركاتهم، ده عمل استخباراتي صح؟ مش ده عمل مخابرات؟ إن هو بيعمله إيه؟ بيرصد من غير ما يعمل حاجة، يرصد يرصد بس ويتتبع يشوف وصل لغاية فين. أول ما يجي يعمل مصيبة يسيبه ويعملها، ولا هنا بقى يوم جاي يضرأ؟ هنا بقى لابد أنه يضرأ. ولذلك المهمة دي مهمة سهلة. إيه رأيك لو إن حذيفة ما بيعملش في الدولة غير المهمة دي، لو ملوش دور غير المهمة دي، إيه رأيك المهمة دي سهلة ولا صعبة؟ مهمة دي، هذه هي المهمة الصعبة. ليه؟ لأنه ده واحد وعارف أسماء المنافقين اللي إحنا ما إحناش عارفينهم لغاية دلوقتي، كانوا كام واحد ما إحناش عارفين، مطلوب منه يرصد حركتهم، ضرح هنا يشوف، ضرح هنا يشوف، ضرح هنا يشوف، ويتتبع نشاطهم. يعني الناس دي بتنشط ولا خاملة؟ بتنشط، منافقين نشطاء بالضبط زي النشطاء اللي عندنا دول. واحد علماني نشط عمال يعمل إشاعات ويطلع على الفيسبوك ويعمل بقى ومش عارف ايه، نشط ريبلاري، نشط علماني نشط، كذلك منافق نشط، فهو من النشطاء، فهو بيتتبع هؤلاء النشطاء، يتبع ده ويتبع ده ويتبع دوت، ولما يلاقي واحد منهم هيبدأ يعمل مشكلة يبدأ يدفع هذه المشكلة. يبقى محدش عارف حذيفة بيعمل كده ليه، حذيفة شد على الرجل ده ليه، حذيفة منع ده ليه، حذيفة مش عارفين. وحذيفة ما يقدرش يبرر، ما يقدرش يقول السبب. يجي واحد يقول له عملت كده ليه يا حذيفة، يقدر يقول السبب؟ ما يقدرش يقول السبب. أصبح الأمر صعب جدا وعبء كبير على واحد يتتبع هؤلاء، ومش مطلوب منه تتبعهم لفترة زمنية وخلاص، مدى الحياة طول ما هو عايش مطلوب منه أنه يتتبع يرصد حركات هؤلاء، يتتبع نشاط هؤلاء المنافقين. ثم إذا هم أحدهم بأي شيء يضر بالأمة الإسلامية أو بآحاد المسلمين، ما ممكن واحد منهم يفكر في اغتيال مسلم، في قتل مسلم، حذيفة لأنه يرصد حركاته ويتتبع نشاطه هيعرف أنه بيفكر في الاغتيال دوت أو في القتل دوت أو في النهب ده أو في السرقة ديت، ودوره أنه يدافع عن هذا الرجل. إذا مهمة صعبة جدا في غاية الصعوبة. فضلا أسأل حاجة؟ الفترة اللي هي في المدينة وظهور المنافقين تحتاج إلى الحكمة فعلا، إن لو أظهر أسماء المنافقين ممكن يحصل يعني صدام بين الناس وبعضيها، ممكن يحصل تفكك في المجتمع، ولكن هو مطلوب إن إحنا نعرفهم ونحصرهم. متحصرين بإيه؟ بعينيك حصرهم، مش مخليهم لا يروحوا يمين ولا شمال، اتحركوا أنت معاهم، يعمل نشاط على الفيسبوك تكون أنت وراه، يعمل مقالة في المجلة دي تكون انت وراه، يعمل برنامج إذاعي في القناة دي تكون انت وراه، يعمل في الشارع موقف كده ويعمل حملة ويتكلم مع الناس تكون انت وراه، في أي حتة يبذل نشاطه هذا المنافق تكون انت فين رصده وتتتبعه وتضرأ شره. ودي مهمة كل واحد مننا النهاردة، كل واحد مننا النهاردة، لأن احنا ما عندناش حذيفة، ليكن كل واحد منكم حذيفة يقوم بواجب الدفاع عن هذا الدين، يرصد هؤلاء العلمانيين والليبراليين والنصارى والمنافقين، يرصدهم ويتتبع نشاطهم. ما أنا مش فاضي أرى كل الجرائد ولا كل المجلات ولا كل اللي بينزل على المواقع، لكن لو كل واحد مننا سد ثغرة، ده بيبص على المواقع وده بيبص على الجرائد وده بيبص على الفيسبوك وده بيبص على الأنشطة والندوات اللي بتحصل في النواجذ وهنا وهنا، وكل واحد يرى نشاط لهؤلاء العملاء وهؤلاء المنافقين يحاول حصاره ويحاول الرد عليه، يبقى احنا كده هوت ان شاء الله سنتغلب عليهم. لكن لو كل واحد قال انا ماليش دعوة، اهو الشيوخ بترد، اهو هم عاملين الواجب، اهو مش عارف ايه، لا، لابد من الإيجابية. هذه المهمة مهمتنا جميعا، لابد أن نقوم بها على أكمل وجه.
وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في مواقف كثيرة، وكان من أشد هذه المواقف خطرا وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المطاوعة، ذلك في غزوة الخندق. غزوة الخندق سنة كام؟ 6 3 4 5 هجرية. سنة كام؟ 5 هجرية. غزوة الخندق سنة 5 هجرية. وغزوة الخندق ديت عشان بس نتخيلها، احنا عاملين رسمة صغيرة كده اهو، مش عارف شايفينها ولا مش شايفينها. شايفينها؟ اللي فوق ده جبل أحد. شايفين يا اخوانا؟ جبل أحد اللي فوق ده. وبعد كده عندنا هنا حرة اسمها حرة ايه؟ ها؟ حرة واقم دي ولا ايه؟ دي حرة واقم ودي حرة الوبرة. دي حرة واقم ودي حرة الوبرة. الحرة دي يعني زي الهضبة، ما هيش جبل، زي الهضبة، ولكن الصخر اللي فيها صخر مدبب، عامل كده مدبب. الفرس، الخيل، الجمل ما يقدرش يمشي عليه، والبني آدم ما يقدرش يمشي عليه، فتعتبر ديت محمية محدش يقدر يطلعها. عايز بقى تعدي، تعدي بطيارة بس، لكن تعدي ماشي على رجليك أو تعدي مثلا بجمل أو بفرس لا. فالمهم ان انا عندي هنا حرة واقم، وهنا حرة الوبرة، وهنا الحرة الجنوبية، والجزء دوت في جبل عير. جبل عير هنا، ده جبل عير، وفي الجزء دوت مكان بني قريظة، وجنبيه هنا هو بني قينقاع، وهنا هو بني النضير. فاليهود اخذين الجنب ده، والمسلمين لما عرفوا بمقدم قريش فضربوا الخندق اللي معمول بالاخضر ده، النفق اللي معمول ده او الخندق دوت. الخندق طوله 2 كيلو. طوله كم كيلو؟ 2 كيلو. وعرضه 4.5 متر، وعمقه 3.5 متر. شوف بقى كمية التراب اللي خرجت من الايه؟ من الخندق ده. مضربها بالمتر المكعب تضرب 4.5 × 3.5 × 2000 متر يطلع لك 31,000 متر مكعب. 31,500 متر مكعب. 31,000 متر مكعب من غير لودر، من غير آلات حفر حديثة، من غير أي شيء. فاس وغلق، فاس وغلق، يشيلوا 31,000 متر مكعب من التراب. طبعا دي كانت حاجة هائلة، والمسلمين كانوا بقى إيه جوه في المساحة ديت. المهم ان النبي صام كان متعاهد مع بني قريظة عشان يقفلوا الجزء دوت كده، ما حدش يجي من هنا، وطبعا هي كلها مقفولة كده خلاص، ما فيش غير جزء بتاع بني قريظة ده هو اللي بقى مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم حالف بني قريظة فقفلوا الجزء ده، يبقى خلاص كده ظهر النبي عليه كله محمي، ما فيهوش اي مشكلة. وبعد كده هوت جم غطفان مع قريش. غطفان جاية معها 6,000 مقاتل، وقريش جاية معها 4,000 مقاتل. وبعدين بني النضير دول خونة، فتحالفوا مع غطفان وقاموا معتين 1,000 مقاتل. يبقى كده قوة الجيش المعادي ده كم؟ 11,000 مقاتل. طبعا أول ما جم جايين على المدينة، غطفان نزل من فوق، وبني يعني غطفان جاي من هنا، وقريش جاي من هنا. يعني قريش جاية تعتبر جاية من الجنوب، القريش جاية من جنوب مكة، من جنوب المدينة، وغطفان نزل عليها من الشمال، والاثنين دول قوتهم 11,000. وكان عدد المسلمين اللي جوه كام؟ حد فاكر كام؟ 3,000 مقاتل، وكان معهم 30 فرس بس. 30 فرس بس، وهم كلهم 3,000 مقاتل. وطبعا الحرب النفق دوت قعد مدة عبما يتحفر. وبعد كده هوت لما جيت قريش وغطفان ونزلوا بقى بين جبل أحد كده هوت وبين النفق دوت، قاعدين في الحتة ديت، قعدوا حصار حوالي 15-20، وبعض الناس يقولوا شهر، 15-20 يوم أو شهر، والحصار مضروب على هذه المدينة.
طبعا والوقت كان فيه شدة في شدة كرب ما بين جوع ما بين عطش ما بين ريح شديدة ما بين أمطار ما بين برد شديد جدا وظلام ما حصلش قبل كده، فكان حاجة صعبة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر في الحصار، محاصر 20 يوم وهو محاصر صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هو بيسمع ان بني قريظة نقضت العهد، بني قريظة اللي هم ايه اللي هم دول نقضت العهد، يعني معنى كده ان محتمل ان غطفان تنزل كده تدخل منين، تدخل على الجنوب، يبقى كده بتدخل في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. امر كان صعب جدا. طيب كيف يكون الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وسط الشدة ديت، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويكثر من الصلاة حتى أتى إليه نعيم بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام رآه يتسلل ويعبر منين؟ يعبر من الجنب كده حتة ضيقة، أم جاي عبر منها نعيم بن مسعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام رصده سابه يعبر لغاية ما وصل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. متشاف ولا مش متشاف؟ ده متشاف بس هما سايبينه. أما شوف أنت رايح فين وآخرك إيه وماذا تريد. نعيم بن مسعود ده كان شاب صغير، عنده 19 سنة في الحدود دي. ونعيم بن مسعود دخل في الحرب مع غطفان وهو ملوش في الحرب، يعني هم قالوا احنا محاربين يلا بينا، خدوه معاهم وهو كان بتاع خمور وبتاع سهرات وبتاع حاجات من دي، ما كانش ليه خالص في الحرب ولا كان بيفكر انه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دخل في الحرب كده. ففي وسط الحرب والشده ديت اللي شافها وجنود المسلمين، فرق قلبه للاسلام، فعبر هذا الخندق الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي عليه الصلاه والسلام شافه قال له من؟ نعيم بن مسعود. اسمع باسمه، قال من؟ نعيم بن مسعود. قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحس انه ايه بقى؟ إن اتغير ولا ما اتغيرش؟ قال ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ أنت جاي ليه دلوقتي؟ دي الدنيا صعبة جدا. ده اللي بيجي عندنا ده مقتول. ده احنا في حرب. ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ قال جئت لأسلم. الله أكبر. قال جئت لأسلم. جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال له إيه؟ إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. هنا منوقف على كلام النبي عليه الصلاة والسلام لنعيم بن مسعود، تجد كلام رائع. الرسول عليه الصلاة والسلام أول حاجة بيقول له إيه؟ إنما أنت فينا رجل واحد. نستفيد منها إيه الجملة؟ الجملة الصغيرة دي، إنما أنت فينا رجل واحد. إنما أنت فينا، فضل يحسسه بشعره بالانتماء، إنك من دلوقتي بقيت فين؟ بقيت واحد مننا من دلوقتي. من أول ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بقيت واحد مننا. علشان كده النصارى اللي يقول لك مالكوا عاملين ضجة على كاميليا ومش كاميليا، أقول لك مجرد ما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله بقت واحدة مننا، خلاص بقت واحدة مننا. ما تقولش بقى ليه الثورة ديت وليه الأزمة ديت وليه وليه، عشان بقت واحدة مننا. إنما أنت فينا رجل واحد، يعني مالكش لازمة؟ لا، بس لازم نعرف حجمك وتعرف قدرك، علشان ما تتخيلش انك انت ممكن تعمل المستحيل وانت مقدرتك بسيطة. قال إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، يعني ليك دور ولا ملكش دور؟ وانت رجل واحد ليك دور ولا ملكش دور؟ ليك دور. ما تقولش أنا لوحدي. كتير جدا أخي يجي لك يقول لك المسجد فيه ولا لوحدي في المسجد أعمل إيه؟ مش قادر يغير حاجة، هو لوحده في المسجد، وهو لوحده في الشارع، وهو لوحده في القرية، وهو لوحده في البلدة. إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. تعرف تعمل وما تعرفش تعمل. الواحد ده ممكن يبقى صاحب رسالة، الواحد ده ممكن يشيل الأمانة، الواحد ده ممكن يحرك جبال.
قال إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، ابعد عننا العدو على قد ما تقدر، فإن الحرب خدعة. يعني بيسمح له أنه يخدع الإيه؟ العدو. فنعيم بن مسعود أخذ بعضه وانطلق، انطلق ما حدش يعرف أنه أسلم، انطلق إلى معسكر المشركين مرة أخرى، إلى غطفان وإلى قريش وإلى اليهود، وأحدث بينهم الوقيعة. طبعا اليهود معروفين أن هم مصاص الدماء ومصاص الفلوس ومصاص كل حاجة، فذهب وأوقع بين غطفان وبين اليهود وبين قريش وبين اليهود، وقال لقريش وغطفان أن اليهود هيطلبوا منكم رهائن، واليهود ندموا لأنهم حالفوكم وسيأخذون منكم هؤلاء الرهائن ويدفعونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلهم حتى يرضى عنهم، فاهمين؟ فطبعا قريش يعني مش مصدقة، وغطفان مش مصدقة، قال لهم طيب لو مش مصدقين ارسلوا إليهم وقولوا إننا سنحارب غدا وشوفوا هيقولوا إيه. فعلا فقام قريش متبعته لليهود، إحنا هنحارب بكرة. فقالوا معلش يا بكرة السبت مش هنقدر نحارب أول حاجة، ثم إننا نحتاج إلى رهائن يكون عندنا حتى نضمن أنكم تحاربون معنا إلى نهاية المطاف عشان ما تهربوش وتسيبونا. فقالوا عايزين إيه دول؟ رهائن، زي ما قال لنا نعيم، يعني عايزين الرهائن، يعني هياخدوهم، يعني هيسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود غدروا. إذن أدركت قريش وأدركت غطفان إن اليهود غدروا بيهم. طيب هيعملوا إيه؟ اكتبت مشكلة، اليهود غدروا بيهم، مش مشكلة إن ألف هينسحبوا، لكن هذا الغدر ترجع غطفان تقول هو أنا جاي أحارب ليه؟ تلاقي غطفان ما لهاش مصلحة في الحرب، دي جاية من بعيد، وقريش بس هي صاحبة المصلحة. اختلفوا فيما بينهم إن هم يكملوا الحرب أو ما يكملوش الحرب. في هذه اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، وينتدب بعد ذلك من أصحابه من يذهب ليأتي بخبر هؤلاء المشركين، فيقول هنا حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ حتى زاغت الأبصار، كما قال تبارك وتعالى وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني الأمر كان كرب شديد جدا على الناس كلها، لدرجة أن بعض المسلمين يعني ظنوا يعني أن الله عز وجل لن ينصر نبيه، وده هو الظن سوء والعياذ بالله. لكن في هذه الأزمة تظهر معادن الناس، فيبدأ الناس ينسحبوا فرد فرد، ده ينسحب وده ينسحب وده ينسحب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. عايزين يهربوا، يقول يا رسول الله، بيستأذنوا يا رسول الله أذن لنا نرجع، بيوتنا مكشوفة، بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وفعلا بدأوا ينسحبوا واحد ورا الثاني ورا الثالث. كان عدد المسلمين كم؟ 3000. وصل كم؟ 300. المفترض 300 دول هيواجههم كم؟ 11000 مقاتل. شوف بقى مع شدة البرد والريح والمطر أمر عجيب، أمر عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل جنود نحن قد لا نراها وقد لا نراها، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها. الله عز وجل أرسل على الأعداء ريحا شديدا صرصرا وأرسل جنودا لم تروها. العلماء يقولوا ملائكة تقذف في قلوبهم الرعب، ربنا أرسل ملائكة تقذف
تقذف في قلوبهم الرعب، مش تحارب بس مع المسلمين، لا، ملائكة لقذف الرعب في قلوب هؤلاء المشركين مع الريح الشديدة الصرصرة. ولله عز وجل جنود نحن لا نعرفها ونحن لا نراها، ولكن العبد لازم يكون واثق بحبل الله تبارك وتعالى مستمسك به. قال: ولم تكن قريش وأحلافها من المشركين في هذه الساعات الحاسمات بأحسن حالا من المسلمين. يعني هم كمان ما كانش البرد على المسلمين بس، ولكن البرد كان على المسلمين وعلى مين؟ على المسلمين وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى غطفان وعلى قريش على كله. فقد صب عليهم الله عز وجل من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها، فأرسل عليها ريحا صرصرا تقلب خيامها وتكفئ قدورها. الخيمة منصوبة تنجي الريح قلب الخيمة، تنزع الخيمة من مكانها. حطين القدر على النار، القدر ده عارفين انتوا الحلة بتاعت الجيش الكبيرة ديت اللي لو حطوك فيها مادة تكفيك براحتك، حلة ضخمة كده يحطوها تقلب هذه القدور. يبقى حاطين الأكل بتاعهم أوشك على أن ينضج، تنجي الريح قلبه كله من التراب بقى، يقلب القدور ويقلع الخيام شدة في البرد، وتطفئ نيرانها، يعني لما ولع نار يطبخ عليها تنطفئ النيران، لا يأكلون. وتقذف وجوهها بالحصباء. قريش بقى التراب يدخل في عينيها في وشها، لدرجة ان هم مش قادرين يحطوا ايديهم على وشهم خلاص من كتر الحصباء اللي عمالة تقذف في وجوههم. وتسد عيونها وخياشيمها بالتراب، يعني خياشيمهم يدخل فيها التراب، عينها يدخل فيها التراب، ودن يدخل فيها التراب، يعني التراب يغطيهم من كل حتة، ريح محملة بالتراب. دي جنود ولا مش جنود؟ من الذي أرسلها؟ الله سبحانه وتعالى. في هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا. لما العملية تبقى بالمنظر ده صعبة على الطرفين، مين اللي يخسر؟ اللي يئن الأول، اللي يستسلم الأول، اللي ما يصبرش. هنا النصر صبر ساعة، في الوقت الشديد في الأزمة دي النصر صبر ساعة، انت شادد وهو شادد، اللي يصبر سنة صغيرة هو اللي ينتصر. عايز صبر بس في وقت الشدة وقت الكرب، عشان كده لما الأمور تشتد نحتاج لمزيد من الصبر. لما تصبر تنتصر وتنال الفضل والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وفي هذه اللحظات التي تكتب فيها مصائر المعارك يكون لاستخبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإزداء المشورة. ومن هنا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لطاقات حذيفة ابن اليمان وخبراته، وعزم على أن يبعث به إلى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمره. النبي صلى الله عليه وسلم مع الشدة ديت يحتاج أن يأخذ أمر، طب هيأخذ قرار على أي أساس؟ أرسل من يأتي بهذا الخبر. وهنا نتذكر أول مرة كلمنا فيها عن قصة حذيفة، لما واحد من التابعين بيقول لحذيفة كلام معناه إيه؟ إنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا ما تركناه نمشي على الأرض، يعني لو كان صلى الله عليه وسلم عايش بنا ما كنا سبناه يمشي على الأرض. يعني بيتهم الصحابة بإيه؟ بالتقصير، أنتوا إزاي سبتوا يمشي على الأرض؟ فحذيفة بيقول له: يا ابن أخي ده الموضوع أخطر من كده، ده أنت مش عارف، ده أنت مش واخد بالك. وحذيفة بيحكي له المشهد ده بقى، بيقول له: إن إحنا كنا في يوم شديد البرد، شديد الريح، شديد المطر، شديد الظلمة، شديد الخوف، كان الصحابة كل واحد منهم فاح لنفسه زي قبر صغير كده يدفن نفسه فيه، عشان الريح لما تأتي لا تسفه الريح، لا تصطدم بوجهه الحصباء، عامل نفسه خندق تحت الأرض كده من شدة الهواء والريح والبرد. يقول له ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي رجل يذهب إلى القوم يأتيني بخبرهم ثم يرجع؟ فما قام منا أحد. تخيل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو اللي يطلب، أي رجل يذهب إلى القوم يأتيني بخبرهم ثم يرجع، طب هنا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن له إيه؟ سلامة الرجوع، انت هترجع. ومع ذلك ما قام منا أحد. ثم يقول: أي رجل يذهب إلى القوم يأتيني بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنة؟ فما قام منا أحد. انت تقول ايه ده؟ ممكن؟ احنا ممكن لغاية دلوقتي لا نستطيع أن نتخيل
الحال الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لغاية دلوقتي مش قادرين نتخيله إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أي رجل يذهب إلى القوم يأتيني بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنة ومحدش يقوم، يبقى أكيد الوضع كان صعب جدا جدا، ما كانوش بيخزلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده الوضع كان صعب جدا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وسط أصحابه يتحسس القوم حتى يضع يده على من؟ على حذيفة. قال فاقترب مني، قال عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمر بيننا واحدا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يمر بين أصحابه واحد واحد كده حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرت لامرأتي، ما عليش حاجة تقي من البرد إلا مرت، زي حتة قماشة زي الملاية بتاعت السرير كده بس تقيلة شوية، إلا مرت لفه على نفسه، هو ده إزار ولف في المرت على نفسه، ده بس اللي بيقي من البرد. وخد بالك لما نتكلم عن البرد لازم تستشعر البرد اللي يخلي الصحابة مش قادرة تقوم من مكانها، يبقى شكله إيه بقى؟ حاجة صعبة جدا. قال وما يجاوز ركبتي، يعني المرت ده لا يجاوز ركبتي، يا دوبك عند الركبة بالعافية، يا دوبك ساتر عورته بالعافية، يعني حتة قماشة دي إيه اللي مدارياه في البرد ده؟ شوف أنت في البرد لابس إيه؟ شوف أي واحد مننا قاعد دلوقتي والدنيا حارة أصلا، شوف لابس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، أنت لابس الدولاب كله، أنت لابس الدولاب كله، ومع ذلك أنت قول شعر بالبرد. تخيل بقى ان هو مفيش غير مرت لابسه يا دوبك جاي لغايه ركبته مع البرد الشديد ده. فاقترب مني وانا جاث على الارض، جاث على الارض يعني قاعد بركبته، قاعد على الارض بركبته كده، وقال من هذا؟ هو بيسال من هذا ليه؟ عشان الدنيا ظلمه جدا جدا جدا، لدرجه ان حذيفه بيوصف إن أحدنا لا يكاد يرى إصبعه. تخيل لما تكون أنت في مكان في أوضة النور ماط فيه وبتعمل كده ما أنت شايف صبعك، يبقى الظلمة شكلها إيه؟ أحدنا لا يكاد يرى إصبعه من شدة الظلام. فقال من هذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتم رائحة أصحابه رضي الله عنه، تجاوز كل الأفراد دي وجي لغاية عنده، بس نتأكد برضه من هذا؟ فقلت حذيفة. قال حذيفة، يعني هو حذيفة، قال حذيفة، فقد تقاصرت إلى الأرض، تقاصرت الأرض يعني كش، بعد ما كان كش على الأرض حذيفة، حذيفة خلاص هو اللي وقع عليه الاختيار، فتقاصرت إلى الأرض. ليه؟ ليه؟ بص بيقولك كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. تخيل إنك أنت بتستخبى عشان النبي عشان ما يقولكش اعمل الامر الفلاني، انت بتهرب، انت مش متربي، انت مش محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالعكس انت كل الحاجات دي موجوده فيك، محب للرسول عليه السلام ومتربي وتحب تخدم في دين الله عز وجل، لكن الامر اهوال شديده، اذا كان من شده الظلام الواحد مش شايف صبعه ده هيأدي مهمه ازاي، من شدة البرد فحرين في الأرض وقاعدين، من شدة الجوع مش لاقين حاجة يأكلوها. في هذه الغزوة كان أحدهم يقوم فيبول فيسمع رد فعل بوله على شيء خشن في الأرض، يأخذه هو ضلمة يرى أنه جلدة، يعني يعمل كده يحس أنه إيه؟ إن جلدة جلدة، تخيل بقى جلدة، يعني مثلا كنت مرة أيام الرخاء دبحت خروف مثلا ولا حاجة وجلدة رمت على الأرض ونشفت وهو يبول عليها، وبعد ذلك يأخذها وينظفها ويحرقها ثم يطحنها ويأكلها. أنت تقدر تعمل كده؟ وتيجي بقى إيه تبقى أنت زعلان قوي، الإخوة في الرحلة رشونا رملة على الأكل، رملة إيه بقى يا عم؟ خلاص دي مش جاية رملة خالص. تخيل الصعاب والشدائد اللي كانوا فيها رضي الله عنهم، بيقول لك فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد، وقلت نعم يا رسول الله، نعم أنا حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إنه كائن في القوم خبر فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. نفسهم جابوا خدوا بينه وبينه بقى خلاص بيكلفوا بالمهمة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه كائن في القوم خبر فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. بقولوا في حاجة هتحصل في المعسكر هناك. عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم إن في حاجة هتحصل في المعسكر؟ تفضل. الصحابي اللي جاي أسلم تفضل. وحي. إيه تاني؟ تفضل. إحساس. وحي إحساس. تفضل. إيه علاقتها؟ إيش عرفوا إن في حاجة هتحصل في المعسكر التاني؟ أكيد أكيد نعيم بن مسعود ليه مجهودات. هيعمل إيه من نعيم بن مسعود؟ نعيم بن مسعود قال للنبي عليه الصلاة والسلام فمرني بما شئت يا رسول الله، أمرني باللي أنت عايزه. فقال إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الذي يسلم بيبقى راجل، راجل على قد الكلمة ويستطيع أن يفعل. إذن ما هي جهود عبد الله بن مسعود؟ ما هي جهود نعيم بن مسعود رضي الله عنه؟ أكيد هيعمل حاجة. ثم مع شدة البرد وشدة المطر وهذه الأحوال الجوية قريش لا تتحملها، لأن الذي يقاتل من أجل الدنيا لا يتحمل، لا يتحمل. مين اللي هو ممكن يموت في سبيل الله؟ اللي هو بيقاتل في سبيل الله. أما المرتزقة فده ده يخاف، هذا يرجع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استشعر أنه قد يكون هناك شيء جديد في معسكر المشركين، فاختار حذيفة رضي الله عنه لهذا. وطبعا اختيار حذيفة كان مقصود ولا غير مقصود؟ ده هو مقصود، لأنه مر على ناس كتير، ولكن لغاية ما جه عليه قال من؟ قال حذيفة. قال حذيفة، أنت حذيفة؟ حذيفة يعني حذيفة، تعال يا حذيفة. وأخذه وأصر إليه بهذا الأمر، قال إنه كائن في القوم خبر فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. مهمة خطيرة، يتسلل إلى معسكر المشركين ويدخل جوه المعسكر ويأتي بالخبر. يعني يرجع ولا ما يرجعش؟ يرجع. إيه الأصحاب دول رضي الله عنهم؟ إيه الكفاءات ديت؟ رجال بل قل جبال، أمثال عجيبة ونماذج فريدة. إنه يكلف بمثل هذه المهمة الصعبة وسط الظلام والبرد والمطر والريح والخوف والجوع، ومع ذلك يلبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا. يعني هو أكثر واحد مرعوب، فزع، بردان، جعان، ومع ذلك يلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، يطيع الأمر رغم أنه سقعان، بردان، جعان، عطشان، تعبان، بيموت، لكن بينفذ الأمر ولا بينفذ الأمر؟ لابد من الطاعة. أما هو بس يطيع بمزاجه؟ لابد من الطاعة في المنشأ والمكره، لابد. فقال فخرجت وأنا من أشد الناس، يعني ما حدش كان زيه ولا في الخوف ولا في الجوع ولا في البرد، ومع ذلك لبى. ولا هو بيطيع بمزاجه لما الدنيا تبقى رخاء؟ يلبي في الشدائد قبل الرخاء، ونتيجة تلبيته ونتيجة طاعته ونتيجة حرصه على متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أمره يفوز بهذا الخير العظيم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ والرعاية من جميع الجهات. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم احفظه، كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية، اللهم احفظه. ولكن مزيد من الحفظ اللهم احفظه من بين يديه، يعني قدامه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يعني يبقى محفوظ من جميع الجهات. طب انت لما تسمع الدعوة ديت من الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل على هذا العمل بهمة أم بفتور وكسل؟ بهمة، وهمة عالية. فأقبل حذيفة قال فوالله
ما تمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. بمجرد ما انتهى بقولك ما انتهاش، لسه ما انتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا ونزع من قلبه كل خوف ونزع من بدنه كل برد، فما صار يشعر بالخوف وما صار يشعر بالبرد. بقى كل أصحابه يشعرون بالبرد، يشعرون بالخوف، يشعرون بالجوع، لكن هو صلى رضي الله عنه لا يشعر بالخوف ولا يشعر بالبرد ولا يشعر بالجوع ببركة تلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وليت رايح بقى يؤدي المهمة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. يعني لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، ما تطلعش الخبر لحد، لا لسه شوي فضل. أيوة ما تعملش أي حاجة غير أنك أنت إيه تجيب الخبر. تفضل ما تجيش وانت معك الخبر. بيقولوا لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، يعني ما تعملش أكتر من أنك تروح تسمع وتشوف وتجيلي. طب ليه؟ إذا المطلوب من حذيفة مهمة سماعية أنه يشوف ويسمع، لكن هل مطلوب منه مهمة قتالية أنه يقاتل؟ لا مش مطلوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، لأن حذيفة معروف بشجاعته، فممكن يشوف منظر سهل أو أنه يقتل فيه، يقتل قائد ولا يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيء. وهنا لازم التعليمات تبقى واضحة، ولو مش واضحة من أول مرة ممكن نزيلها بإضافة ولا مش ممكن؟ ممكن نزيلها. يعني النبي قال له إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. خلاص أتني بخبرهم، بس ممكن حذيفة يزودها شوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، فقلت نعم نعم سمعا وطاعة، أنفذ بالضبط زي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا التنفيذ زي ما القائد بيقول بالضبط، لا تزيد أنت ولا تنقص. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين وصرت كأني واحد منهم. ده تجاوز النفق ودخل لأرض المشركين، ودخل كمان في معسكرهم، ودخل في خيمة القيادة وهي قاعدة عاملة اجتماع رسمي على مستوى القاعدة، بقى اجتماع رسمي غطفان وقريش واليهود عاملين اجتماع رسمي في الخيمة. وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه. أبو سفيان بيقول لهم عايز أقول لكم كلام سر، في قرار جديد رح ناخده، خايف الكلام دوت يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب انه كل واحد يتعرف على اللي قاعد ايه اللي قاعد جنبه، ودي طريقه لمعرفه الدخلاء، مين الغريب، مين الجاسوس، مين المخبر. بقى ايام زمان الله يرحمها والله اعلم، فلازم تعرف مين اللي جنبك. على طول حذيفه ادرك انه هو ممكن يتسال، يتقال له انت مين، يبقى هو كده وقع. فبادر حذيفه للرجل الذي على يمينه وقال له من الرجل، فقال فلان. من الرجل، قال فلان، وهو سلك كده وخلاص ما حدش يسأله، وسأل ده وسأل ده ما حدش يسأله، مش هقوله طب وانت حضرتك اسمك ايه، لا خلاص بقى ما فيش، هو سأل ده وسأل ده فأمن المكان اللي هو يجلس فيه رضي الله عنه. ودي سرعة ايه، عشان تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار الرجل المناسب في المكان المناسب. امتى نحتاج لسرعة بديهته؟ ممكن يكون في موقف من المواقف لكن هنحتاجها، ولذلك يضعه في هذه المهمة. فقال وهنا قال أبو سفيان يا معشر قريش، بدأ يخطب بقى الخطبة بتاعته، يا معشر قريش. طبعا كان نعيم بن مسعود أدى الواجب اللي عليه،
معاوية بن مسعود كان وصل واتكلم مع قريش واتكلم مع غطفان وكان قلب الدنيا على بعضيها، يعني خلاص أوشكت على السقوط. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة. يعني يهود خلاص خونة تخلوا عنا، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وفك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب. أبو سفيان خد قرار فردي رغم أنه هو قائد، المفترض القائد ده ياخد قرار فردي، ما ياخدش قرار فردي، ده هو حليف مع غطفان وحليف مع دول أخرى، على الأقل لازم يكون في مشاورات، لكنه قام بنفسه وقال لهم أن اليهود غدروا بنا وان احنا خلاص مش قادرين نستحمل الريح البرد المطر كذا كذا كذا، قراره ان انا راحل فارتحل. وام ضرب العقال بتاعه فك الجمل، الجمل وثب وهو راكب على الجمل وخلاص ناوي يمشي. ده مش بيتكلم، ده مش بيتكلم، ده لو ذراع هننسحب هننسحب. فهو يقول هذا، قال: ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. ليه بقى؟ ليه كان يقتله بسهم؟ سهلة ولا مش سهلة؟ كلهم قاعدين، مين اللي قام وقعد على الجمل؟ أبو سفيان. واحد لما تلاقي واحد واقف كده ما تعرفش تديله نبلة كده تموته؟ ده مش هدور في وسط الناس، ده واحد برز ما يعرفش ينشل عليه ويموته، سهل جدا هو يرجيه بسهم لأنه عرض نفسه للأسهم، واقف على الجمل بتاعه لوحده. فكان فعلا سهل جدا إن حذيفة يضربه بسهم، لكنه تذكر توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يحدث شيء حتى يرجع، ما قالش لي فرصة وأنا أضربه بس والرسول عليه الصلاة والسلام هيسامحني وهيقول لي كويس أنت عملت الواجب. لا، ملوش دعوة، هو يرجع بالأمر وخلاص. وفعلا حذيفة حط سهمه في جعبته ورجع. عند ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي، فوجدته قائما يصلي. الله، ده القائد وقت الأزمات بيعمل إيه؟ قائما يصلي، سابه وهو بيصلي ورجع له وهو بيصلي، قائما يصلي وقت الأزمات. القيادة تتضرع تجأر إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو ربها، تسجد بين يدي ربها، قائما يصلي في مرط لبعض نسائه. يعني نفسه ما كانش بقى لابس 100 عباية، لا، ده هو المرط برضه لابسه كدوت ومستغطي به لبعض نسائه مش بتاعه كمان. فلما رآني أدناني إلى رجلي وطرح علي طرف المرط. أول ما النبي شافه هو لسه بيصلي الرسول عليه السلام، فإيه اقترب منه وقام جاي رمى عليه طرف المرط عشان حذيفة يتدفى شوية. فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. حذيفة رضي الله عنه بيقول في هذه الحادثة بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له وانصرف، قال: فصرت كأنما أمشي في حمام. يعني هو رايح، البرد زال والخوف زال، ماشي أكنه ماشي في حمام. عارف الماشي في حمام دافي؟ أكنه ماشي في حمام. تفتكر ليه؟ بركة إيه ده؟ بركة الطاعة، بركة الطاعة. هو فعلا كده، لما الإنسان يمشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى لا يشعر بالمرض، لا يشعر بالأرق، لا يشعر بالبرد، لا يشعر بالجوع. وانت جرب نفسك كده، يوم ما تطلع تدعو لله عز وجل كلم ده وكلم ده وكلم ده، تنسى تاكل النهاردة، تنسى تقول ياه ده العشاء جيت وانا ما اتغديتش، مع انك انت ما شاء الله وقت الغداء الغداء، وقت الفطار الفطار، قاعد بالمرصاد، ولكن لما كنت بتسعى في طاعة الله عز وجل نسيت الفطار ونسيت الغداء وماشي في طاعة الله عز وجل. ممكن واحد يبقى تعبان ومش عارف ايه، لكن لما ينهض للبذل
ويمشي في سبيل الله عز وجل ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي، ينسى انه كان عيان وينسى انه كان تعبان وينسى انه كان مرهق، والحاجات دي كلها بتزول. ليه؟ لان المشي في طاعه الله عز وجل يجعلك تشعر بهذا الخير وهذا النعيم، كانما امشي في حمام. الواحد لما يحس ان هو تعبان شويه، الاصول يعمل ايه؟ الاصول يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يوم يستحمى، يستريح. اخ بيقول استريح، انا شايف انه لما يكون تعبان شويه يقوم يدعو الى الله عز وجل، يقوم يشوف له شغلانه. التعبان شويه ده يقوم يشوف له شغلانه، بدل ما هو كسلان عطلان بطلان، لا يقوم يشوف له شغلانه، يدعو الى الله عز وجل، يشترك في اعداد افطار، يشترك في رحله، يشترك في دعوه ناس، يشترك في اي حاجه، يعمل حاجه لله. اول ما يعمل حاجه لله عز وجل هبص ليه خف، عوفية، بريئه من مرضه. ليه؟ لأن دي سمات الطاعة. قال كأنما أمشي في حمام. بعد ما جه وقعد تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا الخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه المرت حتى يتدفأ. طبعا المهمة دي كانت في وسط الليل، في وسط الليل. تخيل لما الجو بقى أصلا برد، ما بالك بالليل يبقى شكل البرد إيه؟ فلما برق الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ حذيفة ويقول له قم يا نومان، قم يا نومان. عارف يعني يا نومان؟ يعني يا كثير النوم. أظن مش محتاجة تعليق. قم يا نومان. راجل قايم بمهمة طول الليل يخترق صفوف العدو ويجلس عندهم ويرجع بخبر، يذهب في مهمة قتالية، مهمة عنيفة، ويرجع مع شدة ما يعانيه إرهاق وجهد. ولما ينام سويعات ساعة ساعتين ثلاثة يتقال له قم يا نومان. أمال بقى اللي عامل لي فيها بتاع الطب ويقول لك أصل أنا عندي 16 سنة لازم أنام 8 ساعات، واللي عنده مش عارف إيه لازم ينام 9 ساعات، واللي عنده إيه لازم ينام 6 ساعات، 6 إيه و9 إيه وبتاع إيه، 9 في الخير إن شاء الله. النوم ده على قد الحاجة، يعني انت ممكن تنام كده اهو استريحت خلاص، مش لازم الاربع ساعات ولا خمس ساعات، مش لازم هو روتين ان هو 8 ساعات عشان البدن يستقر ومش عارف ايه يرجع لايه. كل ده سيبك منه، ده كان بعض الائمه نومته غفوه، يعني ينام على الكتاب كده ويصحى يكمل كتاب، ينام على الكتاب يصحى يكمل كتاب، ولذلك كانوا يستثمرون اعمارهم. لكن انت النهارده لما تيجي تتكلم عن نومك بتنام كم ساعه؟ 6 ساعات بالميت ولا 8 ساعات؟ طيب 8 ساعات، 8 ساعات يرفع ايده كده ولا دي فضيحه؟ خلاص ماشي بلاش خلاص. لو قلنا 8 ساعات، لو قلنا 8 ساعات انا مش عايز انزل على 9 و10 و12 ساعه. لا دي في ناس بتنام بال 12 ساعه، خلي بالك ازاي ما تعرفش، بس بيخبطها 12 ساعه. يعني لو قلنا انه بينام 8 ساعات يعني معنى كده ان هو بياخد ثلث يومه نوم، يعني ثلث عمره نوم. يعني لو واحد عمره مثلا 60 سنة يبقى بياخد 20 سنة نوم بس، 20 سنة نوم بس من حياته، 20 سنة. وهو كان طفل 10 سنين 12 سنة 15 سنة، يبقى كده خمسة وكام؟ 35 سنة ضايعين من عمره. نيجي نتكلم بقى على المتبقي من العمر، كم ساعة كم سنة فاضل له؟ 25؟ 25. شوف بقى هو بياكل في كام ساعة؟ في ساعتين مثلا، فطار وغدا وعشاء مثلا، ساعتين. ساعتين دول يعملوا قد ايه من اليوم؟ ساعتين يعملوا قد ايه من اليوم؟ واحد على كام؟ واحد على 12. اليوم في 24 ساعة، الاثنين يعني ايه؟ واحد على 12 بيعملوا سنتين، يعني بيعملوا سنتين. الساعتين دول يعملوا سنتين، ساعتين يعملوا خمس سنين، خمس سنين. الساعتين دول يعملوا خمس سنين، يعني خمس سنين أكل، خمس سنين أكل. وكمان اديها مثلا انت دخلت الحمام وطلعت من الحمام وكلمت في التليفون وموبايلات ساعتين، عشرة، خمس سنين موبايلات وحمامات ومش عارف ايه، فاضل لك 15 سنة من عمرك. 15 سنة من عمرك بتروح المدرسة كم ساعة؟ بتروح الكلية كم ساعة؟ بتروح الشغل كم ساعة؟ سبع ساعات، خليهم ست ساعات.
ست ساعات يعني يعملوا لي ربع، يعني كده فاضل قد ايه؟ ربع يعني ربع 60 كام؟ 15. ده احنا كان العمر خلص، ده احنا لا لحقنا نصلي ولا لحقنا ندعو ولا لحقنا نعمل اي حاجه. اخ بيقول لك بيحتسب، يا ريته بيحتسب، يا ريته بيحتسب. ما هو لو بيحتسب كانت بقت 100 100، لكن المشكله ان هو بيحتسبش. مين بيحتسب في الحمام؟ مين بيحتسب في الاكل والشرب والنوم؟ مين؟ كان السلف رضي الله عنهم يعني يحتسبون قومتهم كما يحتسبون نومتهم. كان يحتسب النوم زي القيام، يعني هو بينام علشان يتقوى بدنه على طاعة الله عشان يقدر يواصل. فعشان كده النوم كان مأجور عليه والصحيان كمان كان مأجور عليه. لكن انت النهاردة بتنام نوم زي القتيل، ويوم ما يحبوا يصحوك عايز لودر يدخل يصحيك، لودر يدخل يصحيك، وبعد ما تصحى تصحى تنام تاني، وهكذا تضيع الأعمار. فبنقوله ان حذيفة رضي الله عنه مع الجهد المبذول بيتقال له قم يا نومان. امال احنا بقى يتقال لنا ايه؟ ده احنا ميتين على كده، ده احنا ميتين على كده. يقول له قم يا نومان. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونستكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.